بنشوف قطتنا كيوت وهي متدلعة على الآخر، وأرن مهتمة بيها وبتقول عنها قطة الأسطورة لازم تكون آخر روعة في الحفلة. جه قطة الأمير سليمان، يعني مش أي قطة، أما قطتنا أو بطلتنا الجميلة إلينا، فبتفتكر اليوم اللي سليمان اتخانق فيه مع أخوه نيرون، وده لأنه شافه وهو شايلها، وبتقول من اليوم ده وهو متغير معايا. معقولة تكون الغيرة هي اللي عاملة فيه كده؟ بس ده حتى هو مش شايفني على طبيعتي، وشايفني دايما مجرد قطة صغيرة. وفي نفس ذات اللحظة بيدخل أميرنا سليمان وبيدي أوامره لأرن تروح تنام، وبيبص لقطتنا وبيقول لها بقالي كتير ما شفتك الصحية وعلى طول نايمة، فبتقول له فرحة انت بتقول ايه؟ ما انت اللي بترجع متأخر. وبيقول لها شكلك مش موافقة على كلامي، فبتقول في نفسها ده بقى حاسس بيا أكتر، وهو بيكمل لها بانه انا كمان عندي حاجه مضايقاني، وبتقول قطتنا عنه بيتكلم وكانه شخص واقع في الحب لشوشته، وكلامه بيصدمها لما بيقول لها وانت اللي ضايقتيني لما شفتك في حضن واحد تاني. اما اميرنا فبيكون لسه غرقان في خياله ومتاثر على الاخر، وقطتنا بتقول له اهدى شويه محدش بيتحكم في مشاعره. اما هو فبعد ما بيفهمها بيقول لها اهدى هو انت كده بتهديني؟ وهي بتقول له ايوه بس استنى. وفي لحظة واحدة بنشوفها بتجري بسرعة وبتقعد على رجله، وبتظهر حواليها طاقة من النور اللطيف وبتخليه يهدى، وأميرنا بيقول لها انت قطة صغيرة بس مدهشة، ولما لقيتيني تعبان فضلتي جنبي، ودلوقتي بتقعدي جنبي تهديني بكياتة. وبيفضل أميرنا يبين لها اهتمامه بيها بشوية دلع منه. ودلوقتي بنروح لمكان تاني خالص، بنشوف فيه بطلتنا الجميلة إلينا، وبتصحى وهي متفاجئة وكأنها لسه جاية من عالم تاني، وبتسمع صوت بينادلها وبيقول لها أخيرا اتقابلنا، فبتشوف واحدة بتشبهها وكأنها نسخة منها، وبتقول لها طفلتي الجميلة أنا اخترتك تروحي هذا العالم، وبتسألها اخترتيني يبقى أنت الحكيمة إيميل، لكن ليه اخترتيني أنا؟ فبترد عليها علشان تنفذي إرادتي، وإلينا بتقول لها وعلشان كده منحتيني قوتك بس ليه خلتيني على شكل قطة صغيرة؟ فبتعرفها بأن قوتها دلوقتي مش كاملة، فبتسألها طيب ليه أنا دلوقتي بنفس شكلي كبنت؟ فبترد لأننا في عالم الأحلام، وفيه هتقدري تشوفي نفسك زي ما انت عايزة وهتفضلي بالشكل ده. وبعدها بتشاور لها على النافورة الموجودة قدامها وإنها تروح تجيب منها المية، وهتكون عندها نفس قدرتها في التحكم فيها، وفعلا بتشجعها تستدعي القوة دي من جواها، وإلينا نفسها بتكون مصدومة من قوتها والمية حواليها ومتحكمة فيها. وفي اللحظة دي إيميل بتحكي لها عن قدرة سحر المية في منح سحر الشفاء والحياة لكل اللي حواليكي، وأكيد جميلتنا إلينا بيجي في بالها أميرنا سليمان، وإنه السحر ده هيكون هو الحل في علاجه من اللعنة اللي عنده، وبتسألها لو كان ده ممكن، فبترد بإنه ممكن فعلا لكن هتكون له خطورته، وردها بيخليها تتفزع وبتقول لها ما تخافيش لأنك هتقدري، بس قبلها لازم تعرفي النبوءة واللي بتخليكم هتتشاركوا نفس المصير سوا. وإلينا بتقول معقولة الأمير سليمان هو مصيري؟ فبترد عليها إيميل لو اتحملتش الخطر هيمنحك بعدها القدر الحياة اللي بتتمنيها معاه، وأنا دلوقتي مع أني مستعجلة بس قبل ما أسيبك هديلك هديتي. وبتلمسها بقوة من النور بترجعها لحياتها، وبتفضل إلينا تنادي عليها بس هي بتقول لها هشوفك من تاني، وهي دي نفس اللحظة اللي هي بتصحى فيها مفزوعة من حلمها ومش فاهمة إيه اللي حصل لها، لكن ده ما في الثواني وبتاخد بالها من كونها رجعت لبنت زي ما كانت،
وكمان بتلمح سليمان نايم جنبها، وده بيخليها مكسوفة على الآخر وبتقول مش ممكن، يعني أنا كنت كل الوقت ده نايمة جنب سليمان وفجأة جميلتنا بتروح منها ومش عارفة إزاي الحلم يتحول لحقيقة بالشكل ده، وبتقول ده جنان، فبتحاول تقوم من جنبه بالراحة وبتقول لما أجرب القوة اللي الحاكمة منحتها لي، لكن ده من غير أي فايدة. وفجأة بيقطع محاولتها إحساسها بوجود خطر بيقرب منها، وبتقول في روحها يبقى حقيقي الخطر ده هو قدري، لكن أنا مش عارفة إيه المفروض اللي أنا أعمله. وبتشوف قدامها عصابة من الملثمين ومسكين واحد في إيديهم الظهر كده بيشطبوا عليه وبيقولوا إنهم خلصوا على كل الموجودين، بس بيلمحوها فبيقولوا ده فيه بنت لسه موجودة هنا، وهي بأعلى صوت عندها بتزعق علشان تصحي سليمان، بس بيكون مش قادر يصحى وبتقوله أرجوك تصحى بسرعة، ده مش وقت إنه متشيل خالص، لكن من غير أي فايدة. وبتقول مش عارفة إيه اللي هقدر أعمله لوحدي وقصادي للصين ومعهم سيوفهم، وفعلا واحد منهم بيحدفها بسيفه وبتقدر تتفاداه، فبيقول لها التاني المرة دي هخلص عليكي، وبيقرب علشان يقتلها هي وسليمان اللي لسه نايم جنبها، وبتحاول انها تحميه. وبعد كده بتقول لازم استخدم قوتي، لا يمكن هنموت بالشكل ده. وفعلا إلينا بتستدعي قوة سحرها والمية بتملى المكان حواليها، وحتى المجرمين اللي قدامها بيتفزعوا بيقولوا ايه السحر القوي ده، وهي نفسها بتكون مصدومة من اللي حصل، لكنها بتلقاهم بيشعلوا النار علشان يوقفوا قوة سحر المية، وبتحس انها خلصت قوتها وصعب تقدر تحمي نفسها او سليمان اللي جنبها. والراجل ابو شكل مرعب بيقول لصاحبه يلا فرصتنا نخلص عليهم وبضربة واحدة، لكن ده برضه وفي نفس ذات اللحظة بتحصل لها صدمة حلوة وبتشوف امرنا سليمان بيصد ضربتهم بسيفه، وبإيده التانية بيكون حاضنها وبيحميها، وهو بيقوم لهم الفران دي جات منين، والغريبة إن الملثم ده بيقول له مش هقولك، وبصراحة كده ده اعتراف منه. وبقوة معدية بيفضل سليمان يصد ضربتهم، وفجأة سيفه بيقع من ايده، وإلينا بتقول لازم اقدر اركز علشان اقدر اساعده. اما في الناحية التانية فبيكون في حوار ما بين سليمان وبين ابو شكل مرعب، واللي بيقوله احنا جايين علشانك، لكن ده قبل ما ضربة سيفه توصل بيلمح سليمان السحر بيوصل له، وبيبص لها ومستغرب منين جات قوة السحر دي، وهي بتقول له اتصرف بسرعة وبعدين ابقى استغرب. فبيقع الملثم على الأرض، وسليمان بيسأله عن مين اللي بعته، وبيرد وسيف سليمان على رقبته انه بيرفض يقول له اي حاجة، وانا بصراحة مش عارفة هو منين جايب الشجاعة دي كلها. وفي الاخر بيكتشف سليمان انه الاتنين قتلوا نفسهم بالسم اللي كان معاهم، وبيقول ليه عملوا كده، وبيبص لإلينا فبيلقاها مفزوعة من كل اللي حصل ده وبتعيط، وهو بيقول لها امسحي دموعك، وهي مش عارفة هتقول له ايه، وبيسألها عن ليه ساعدتيني، انا في الاول افتكرتك ان انت معاهم، وهي بتكون حاسة انها محتاجة تشرح له، لكن ده برضه كأنه مستحيل. وبيقرب امرنا سليمان منها وبيقول لها دي تاني مرة اقابلك فيها، وتاني مرة بسألك تقوليلي انت مين، وهي بتقول له في روحها انا القطة اللي كل يوم بنام جنبك على السرير، لكن هقولها لك ازاي دي. وهو بيقول لها المرة اللي فاتت افتكرت ان والدتي هي اللي بعتتك، اما هي فبتطمنه وبتقوله لازم تعرف اني مش عايزة اذيك ابدا، فبيرد بانه التحقيق معاكي هو اللي هيعرفني حقيقتك، لكنه برضو بيقول لها مستحيل اعمل ده معاكي وانتي اللي انقذتي حياتي، لكن ارجوكي عرفيني انتي مين ومين اللي بعتك. وهي برضو من جواها بتقوله أنا قطتك الكيوت اللي انت بتحبها، فبيقطعهم صوت حد بيوصل وبيسأل عن ايه الأخبار، وسليمان بيقول لها استخبي هنا بسرعة لو حد من الحرس شافك هيقتلك، وبيخبيها بعد ما بيقول لها استنيني وهرجع لك حالا.
وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا اعجاب، وده بيفرحني ويعرفني انكم عايزين اجزاء تانية من الملخص، وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. باي باي.